فاجعة طنجة اللي وقعت هذا الصباح، إنها وقعت في معمل سري. المفروض أنه تكون عندنا حالة طوارئ سياسية. عدد كبير منهم مشى ضحية هذا النهار. السلام عليكم، بداية تعازي الحارة للعائلات ديال الضحايا ديال فاجعة طنجة اللي وقعت هذا الصباح، واللي قالوا لنا شي وحدين في واحد البلاغ بئيس بأنها وقعت في معمل سري أو وحدة سرية. هاد السلطات ديال مدينة طنجة اللي ما قدراتش أنها تعرف بأنه كاين واحد المكان كيتزاول فيه واحد النشاط بطريقة غير قانونية، أنا غنقول لهاد السلطات راك ما كتفهمي والو في التدبير، وما عندكش القدرة على التدبير، وما عندكش الكفاءة للتدبير. كنعرفوا بأنه اي مقدم واي شيخ واي باشا واي قايد واي عامل واي والي كيكون عارف الشاده والفاده، وكيكون عارف التفاصيل ديال اي تحرك كيكون في المدينه او لا في الحي او لا في الحومه او لا في العماره او لا في الدار، فما بالك باش كيكون واحد الوحده صناعيه او معمل كيشتغل منذ سنوات وكيشغل عدد كبير ديال المواطنين المغاربه. للاسف عدد كبير منهم مشى ضحية هذا النهار. هاد الأرواح اللي ضاعت اليوم هذه أمانة وتقليد في رقبة كل واحد عنده ذرة ديال المسؤولية في مدينة طنجة وحتى على المستوى الوطني. إذن بلا ما يحاول شي حد يغمق بديك العبارة ديال معمل سري أو وحدة سرية. هنا خاص النيابة العامة تدخل بحزم، تطبق القانون، والقانون لابد أن يطبق على الجميع. وملي كنقول على الجميع، من الوالي إلى العامل إلى القايد إلى الباشا إلى أعوان السلطة، كل واحد ثابت أنه قصر من باب التقصير ماشي من باب شي حاجة أخرى، أنه قصر في المسؤولية ديالو اللي أدت بنا إلى هذه الكارثة وإلى هذا الفاجعة. رسالة أخرى، الله يجزيكم بالخير، إلى رئيس الحكومة. إلى حدود اللحظة نص نهار باقي ما دار ولا مبادرة، وزير الداخلية ما شفنا منه ولا مبادرة، والمفروض أنهم اللي كيموت 25 أو 26 واحد لا نكتفي بقراءة الفاتحة في مجلس النواب أو في البرلمان، المفروض أنه تكون عندنا حالة طوارئ سياسية للمحاسبة، لأنه الخوف كل الخوف بأن هذا الشيء كيف ما وقعوا ملفات أخرى غادي نفتحوا تحقيق، وديك الساعة ما كنعرفوش هذا التحقيق واش تسد، واش وصل إلى خلاصات، واش وصلنا إلى مستوى ترتيب الجزاءات. حنا بلاد ماشي ديال السيبة، ولكن بهذه النماذج ديال المدبرين ديال الشأن العام كنرجعوا وكنعطيو الانطباع بأنه دير وما تخافش، في حين بغينا نوصلوا للمستوى ديال ما ديرش وما تخافش، ولكن راه كاين اللي كيدير ومع ذلك ما كيخافش. ما تخليوش هاد الفاجعة تمشي هكاك، وإلا غادي تعطي واحد الرسالة خايبة بزاف على البلاد اللي كل مرة كنفرحوا بأنها قدرت دير واحد المنجز زوين كيقدر يفرح المغاربة، ولكن بهذه السلوكات ديال هاد الهوات في التدبير. وملي كنقول الهوات ديال التدبير كنقول كل واحد عنده ذرة مسؤولية، وتا واحد ما يبقى يتخبى، وتا واحد ما يحاول يتخبى أو يلوح الجمرة لجهة أخرى. كل من يسير شؤون طنجة مسؤول، كل من يسير شؤون طنجة مسؤول، وعلى المستوى الوطني وزير الداخلية ورئيس الحكومة نعاود نأكد خاصهم يديروا خدمتهم، خاصهم يديروا خدمتهم. نتمنى الرسالة توصل، ومرة أخرى الله يرحم الضحايا، ولكن كنأكد بأنه هذه الأرواح راه أمانة في رقبتك العثماني، وأمانة في رقبتك الفتيت، وأمانة في رقبتك عبد النبوي. ما تخليوش الذنوب ديالهم يمشيوا معكم أو عليكم. والسلام عليكم.
ما عرفتش يمكن وقع قبل ما كانت عندك.